صرنا سبع أخوة لنختار البارون. لنقول خليل ما كان هنيك. مين يلي حط الطحين بالكياس؟ شو انتو عم تضحكوا علي؟ مدحت، كنت راح انفيك لمعمل السكر، بس هلا قررت انفيك لمعمل الطحين. حسن، خذ لي هذا من وشي. مساعد الذئب بيكون ثعلب. قلي هلا بتعرف حالك انت مين عم تخدم؟ مدحت، بتتذكروا اني انا بالاجتماع الماضي اعلنت انسحابي، وإذا شافوا أخواني إني الشخص المناسب برشح حالي مرة تانية. ما عندي أي طلب تاني. كان الأخ سيف مرشح حاله مو هيك؟ بعد إذنك أخي سيف الكبير، عدم المؤاخذة رح أقاطعك. نحن كلنا بهالمجلس عم نعيش أوقات صعبة، كلنا عم نمشي على هالجسر، بس في منا وقعوا عن هذا الجسر، وكمان في منا رح يوقعوا، وكان في كتيرين منا عندهم طموح يرأسوا مجلسنا. بس أنا برأيي الكل تأذى بهي الفترة، ونحن ضعفنا ما عاد فينا نتحمل الأذى. يا أما منتحد أو أكيد رح ننتهي كلياتنا. السيد خليل شرح وضعنا بشكل كتير منيح. يلي منتمناه بارون يوحدنا ويخلينا نتقدم. امبارح
كلياتنا اتفقنا انه مراد علم دار ينضم لمجلسنا، وكلياتنا اقترحنا مراد يصير اخ إلنا. واذا بيقبل هالشي مثل ما انا بتمنى، بشوف انه البارون هو مراد علم دار. وانا بوافق بهالرأي. انا لما قبلت البس قميص اللهب كان عندي هدف. بما اني كنت اقرب الناس للمرحوم ومعرفتي باسلوبه حملنا كلياتنا لقدام. بس الشيء اللي سمعته من اخواني مو بس ريحني وفرحني كمان، انا ارتحت لاني خلصت من هالمهمة الصعبة، وفرحت لأنه مراد علم دار راح يدعمنا كلياتنا وراح يتحمل المسؤولية والمجلس. النتيجة ثلاث أخوة اقترحوك مراد علم دار، شو بتقول؟ أول شيء بتشكركم على ثقتكم فيني. أنا لليوم ما طلبت أي شيء وما تهربت من حمل أي مسؤولية. إذا كنتوا بقرار واحد وكلياتكم اخترتوا أن أكون البارون، بتشرف أني استلم هالمهمة. بس إذا عارض أخ واحد منكم أو حتى إذا ضل محايد، لازم تعرفوا إني رح أرفض هالمهمة. أنا بينت موقفي بالاجتماعات، وأنا رح صوت للعضو يلي بياخد ثلاث أصوات. أنا برأيي أخ مراد أنت تكون البارون. مين بيقبل؟ أنا لليوم ما بدي شي شخصي، ويلي شفته اليوم انه كلياتكم مثلي، بدكن الافضل. وهلأ بارونا يتفضل لعرشه. أنا مراد علم دار، رح احترم هالمجلس وبقسم إني رح أحكم هالمجلس بعدالة وبأخوة.
قسمت على شغلتين، العدالة والأخوة. أنا انضميت لإلكن وأنا أصغر أخ، ولو ما كان في عدالة ومساواة ما كنت البارون، والحكم على الإنسان رح يكون على أساس العدالة، والعدالة على أساس الأخوة. لذلك لازم تكون الأخوة هي أول اهتماماتكم، ولما بتنوجد الأخوة رح تنوجد العدالة أكيد. الأخوة هي إنه نسمع من الأشخاص يلي منحترمهم ومنحترم وجهات نظرهم ومنحبهم كتير، والعدالة هي إنك تحكم نتيجة هالآراء بس بالشكل والطريقة يلي منقتنع فيها. القائد بيستنى العطاء من الناس وهذا حقه. الأخوة شجاعة، الأخوة إيمان، الأخوة ثقة، الأخوة مساواة، الأخوة حماية. الأخوة صداقة. تعلم من أخطائك. بجوز أنت تكون ما بتعرف مع مين عم تشتغل، وبجوز ما بتعرف مين عم تخدم، بس أنا بعرف. ضوغان بيك، أنا ما بشتغل لأي حدا بنوب. طبعاً غلطت بعض الأحيان وخبرت اللي أكبر مني بهالشي، لكن اقترابك منا ما بتليق بتربية الدولة. اسمعني، كان لازم تعرف التربية قبل ما تفوت مع كفاح واسماعيل بنفس الفرشة. لك هدول عم يستغلوك، انت ما عم تفهم. مثل ما بتوصلني المعلومات، اسماعيل فانونو بيوصل لي هذا كل شيء. اما كفاح، لك انا شطبت عليهم كلهم. انت لعبت لعبة غلط وخسرت. بعرف انكم عم تستنوا مني كتير، بس انا بحب خبركن اني ما رح بلش بمبدأ الانتقام. انا ما رح احكي عن الماضي، بس كمان ما حاترك حسابات الماضي. ما حاترك الماضي لأعرفه، وانا ما بنسى الماضي بنوب. الاعداء اللي بدهم يدمرونا وينهونا كتار، مشان نقلل عددهم وندمرهم نحنا لازم نجتمع ونضرب بإيد وحدة. واحد من أعدائنا انتهى، كفاح. حاول كتير يفرق بيناتنا وحاول يدمر قوتنا ونجح بشغلتين، ولهالسبب خسروا فاغا وضيابيك مو بيناتنا. وكانت نتيجة هالشي إنه كفاح أخذ العقوبة يلي بيستحقها.
انبسطنا بهالحكي كتير. عدونا من الواضح يلي هو مو واضح لألنا. انتو دمرتوا واحد منهم. انا بعتقد لسه في ابراهيم هاسكالي، لانه عداوته مبينة كتير وسبب لنا اضرار كمان. وما بنسى اخر طلب للسيد قراخانلي. الروس وابراهيم اهزيكالي عم يجمعوا قدراتهم سوا ليستولوا على اعمالنا. لما فكرنا بانانية اخذوا السفينة وهربوا، اخذوا عالمنا معهم. يا سيدي معهم مصاري لدرجة بيشتروا فيها مين ما بدهم، بيدخلوا بكل شيء، وين من كان في مصاري بتلاقيهم موجودين، بالرياضة، بالسياحة، بالبورصة، بمصادر الطاقة، حتى بالخصخصة. بعرف أهم شخص عندي إبراهيم أهيزكلا. أخونا إسماعيل نبهني أنا والمرحوم القرخانلي، وكان معه حق بكل شيء قاله. شكراً. بعد غورباتشوف أسسنا أغنياء من الفئات الشابة مع بوريس يلسن، طبعاً باتفاقنا. بس بوتين خرب الوضع، هرب قسم لبرا وقسم بالسجن. أفكار بوتين انتشرت بتركيا بالفترة الأخيرة. بالنسبة لنا عدونا الأخطر والأقوى. أنا بعرف كتير منيح مين هنن أعدائنا، وإبراهيم أهيزكلا هو يلي رح يعطينا الجواب. جميع أسس الدولة لإلنا، والقصد هو خدمة الدولة. لو كانت استخبارات أو مركز للطحين ما رح تتغير الحقيقة. لكن أنت يلي باللعبة الخطأ يا سيد دوغان. وأنا رايح لمهمتي، بس لما أرجع، وإذا كنت لساتك عايش، بوعدك ما رح تقدر تجي لهون. انتبه واسمعني منيح، ولا تنسى بعد ما أطلع أنا من هون روح اعمل واجبك بشرف، وأوعك تحاول تماطل بمهمتك. لما تموت إلك مني إني ما رح لفك بكفن. واحد. كفاح راح مثل ما أنا قلت لك. اثنين. من هلأ ورايح بدي منك، إذا إسماعيل فانون وبيقول لك بس الحمد لله على السلامة، بتخبرني فورا. بدون ما تاخذ إذني ما بتقابله ولا حتى بتشوفه. عم تفهم؟ مو مثل ما لك مفكر يا دوغان. الاستخبارات مو مثل عهدكن. الالتجاء للأصدقاء واستشارتهم وأخذ المعلومات منهم. نحن اللي عم نجمع المعلومات من الناس والدولة، ورح نضل نجمع المعلومات شو ما كلفنا هالشي. طيب شو بدكن تقولوا عن خيانتكن للدولة والعالم؟ مدحت، لبين ما تحضر غراضك رح تكون اجتك المهمة. معلم، الجماعة حابين يقابلوك مشان تختار رئيس من بيناتهم، وإذا كنت فاضي وعندك وقت حابين يشوفوك اليوم. خليهم يجوا يا يحيى، وأنا كمان إلي حكي معهم. طول الموجة بالمحيط 100 متر، يجوا لنشوف طولهم. شو يعني هذا الحكي؟ يعني أنتي كنتي رح تموتي، وليش تعطفوا علي وما قتلوني؟ بنتي مو انتي مشكلتهم،
مراد قال لك كثير بس ما عم تفهمي. هذا لأنه ما بيعرفوا مين المعلم مراد، وأكيد رح يلاقيهم. إياد، برأيي إنه ما حدا رح يقدر يلاقيهم. مراد فهم هالشي ورح يصير كبير، بس من وين رح ياخد أوامره؟ مراد بياخد أوامر؟ مستحيل هالشي حكمت. هاي عمي عمر جاي لهون. هو أكيد ما بيعرف بشي. ما بيصير، عيب ما نخبره. مرحبا. مرحبا. أهلين. أهلين بابا. قلت لحالي معقول هكذا صار بالمافيا؟ ليش كل هالحرس؟ لو كنت بالمافيا كنت شفني هون. ليش؟ من 40 سنة انت هون. ايه، بأي موضوع كنتوا عم تحكوا بنتي؟ امتى ما كان فاضي حابة قابله. ايه، رجاء انا عم بستنى. مع السلامة. مع مين كنتي عم تحكي؟ بدي قابل اسماعيل. شو؟ ماما، أنا لازم أعرف ليش عمل هيك. أنت جنيتي يا بنتي؟ رح توقفي بوشه وتقلي له شو بدك من أهلي؟ في عنا نقص كبير برجالنا، وكمان لازم نعرف كلياتنا شو هو المطلوب منا بالضبط. أنا رح قرر بعد ما قابل كل شخص لوحده، ورح أختار مساعد. بهالطريقة فيني أتحكم منيح بالأمور. قد ما حكينا هون ما رح نقدر نستفيد غير من معلوماتكم، وغير من الطريقة يلي منتناقش فيها. رح اجتمع فيكن واحد واحد ليصير وقت اجتماعنا الثاني، ولوقتها بدي تعملوا كل تحضيراتكن، ولوقتها ما بدي حدا يقابل حدا برا المجلس مثل ما كان يصير من قبل، ولا يحكي اي شيء عن قرارات المجلس. بس يجي المعلم بيخبرنا شو المطلوب منا. بس لازم تعرفوا كل الموجودين محظوظين كتير. صار مراد الأقوى. لما بقول الأقوى يعني بإيده كل شيء. ما ضل مراد قبل المافيا وبس، صار بقمة العالم وبيختار مين يلي رح يدمر أب المافيا. يلي جنبه عنده فرصة واحدة بس يصير كبير. يا بتكبروا يا أما بتتدمروا. تعال معي. الكل يسمع شو بدي أقول. ما بدي أي خطأ، وخاصة أنت يا عزات. يلي ما فهمته، لما قال ميماتي المعلم مراد مو أب، شو قصد؟ مو أب للناس، بيكون أب إلنا كلنا. رح نخبي هالشي؟ ولا عزات، هلأ قلي مين بدك تخبر؟ ما بيعرفه. عم يقول للكل إنه هو الإيد اليمين للمعلم. محمود لا تغلط. ها، عم تسمعوا منيح؟ ما بيحق لأي حدا يغلط هون. وحاجتك جد بني عزات، لأنك ما بتطلع بطرف إصبع. ما حدا فهم شي. خلونا نعمل واجبنا، ندعم بعضنا وما نغلط. إيه هيك الحكي، لازم نكون مثل ميماتي وعبد الحي. المي ما بتمشي بيناتهم.
شو بيكونوا عم يحكوا؟ عبد الحي، انتو مخبيين شي عني؟ مين؟ انت ومعلمك. وشو رح نخبي عنك؟ عبد الحي، هالشغل للدولة؟ ليش المعلم ما قال لك؟ لا قال لي. ليش عم تسأل؟ نحن بأمر مين عم نشتغل؟ مو بأمر حدا. دوغان أشرف أوغلو؟ المعلم بيقابله لصالحنا. طيب مين نحن؟ ما قلت للمعلم الكبير؟ وليش فتحوا لنا الطريق؟ لأنه المعلم وأنت وأنا ويلي هون بيكرهوا الواطيين اللي برا. نحن فرصة الكل، للمخبايين وللي حطوا هاللوحات كمان. هذا المعلم اجتماعه خلص. ايه معلم. ايه تفضل. شكرا. شكرا لكم. أنا آسفة بابا عمر، نحن ما كنا بدنا نخبرك، بس ما فينا نخبي عنك أي شيء. لكان منيح يلي ما خبرتي أمك، رح تقلق وبدها تخاف. عمي عمر، كانت هالشغلات تضل بالسر. اللي بيشتغل ضد الدول بالسر، مو مثل هلا علنان. هلا يا ابني كل شيء صار واضح. مراد قال ولا شيء رح يبقى مثل ما كان من قبل. اي طبعا ما رح يبقى. وكمان ما بده اختي تشتغل؟ لا يا غليظ، مو هيك بنتي. نحن ما بنعرف، اكيد هالشي لصالحك، بس انت اكيد اللي رح تقرري بالنهايه. لا تعبي براسها، شو بدها تساوي؟ رح تضل بالمحاكم. ابني لساتك لهلا بتحكي بدون تفكير، في شغلات مخفيه ما حدا بيعرفها، مجهوله، رح نشوفها كلياتنا، واللي جاي ان شاء الله رح يكون شي حلو. نحن بنتأمل الخير مشان يجينا. أعطيكي فرصة لتعيشي، بدي تعطيني شغلة. شو بدك؟ أهم معلومة مشان تعيشي. قلني لكان. رح أقتلك. فكري منيح. حدا بيفوت لحاله، بيضل الباب مقفول لحتى يطلعوا يلي جوا، مفهوم؟ وما حدا بيفوت معه اي سلاح، حتى سكين. بتمسحوا للزمن باليوم الاول، بتعطوها مي، بس مي، وباليوم الثاني بتطعموها كل نص ساعه، وباليوم الثالث بتطعموها بس مرتين. انا بدي اياها تضل عايشه.
وبدي اياها تخلي كل المعلومات بعقلها وما تنسى شيء. شو يلي رح تعطينا اياه؟ كل شيء عن ابراهيم اهيسكلا. ببيته في جهاز بصمة العين. معلم، إذا كانت تفوت على بيته فينا نفوت بعيونه كمان. أكيد بيكون غير النظام. مماتي، بتجيبولي الشخص يلي برمج أنظمة إبراهيم أهيسكلا. معلم، جابوهم من روسيا. أكيد في حدا بيعملن صيانة. صعب كتير. إذا ما لقيناه منطلب كل الشركات يلي بالبلد ومنقول إنه رح نحط نظام هون وهيك منلاقيه. لا هيك منكشف حالنا. إبراهيم أهيسكلا ذكي كتير ورح يبذل كل جهده لحتى ما نوصل له. خليل قتل كفاح ومراد على مدار صار بالمجلس، وفي احتمال كبير يصير البارون الجديد. صار البارون. كيف عرفت؟ بعرف كل شيء. هذا القرار الصح، اختاروا مراد البارون مشان ما يحاربهم. هن حاولوا يقتلوه بس للأسف ما قدروا عليه. نحن بنقدر. لما كان أب ما قدرنا كيف رح ندمره وهو بارون؟ قبل ما يقتل النسر فريسته بطير فيها لأعلى نقطة بالسماء وبيتركها. إذا فكر النسر إنه الذئب خروف هو أكيد اللي رح يقع. أنتوا بتعرفوا شغلكم منيح. بدك تتركنا معلم؟ إذا أنا تركتكم أنتوا بتتركوني؟ لا. لا 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 أنا ما بترككم. بلشنا الطريق مع بعض وراح ننهي مع بعض، بس نحنا وصلنا هلأ لمكان ظروفه صعبة كتير، ما نجنب الحروب. هو جهنم وفيه حروب كتيرة. هلأ نحن كلياتنا رح نفكر ورح نتحرك بشكل كتير كبير. بدي اياكم كلياتكم تكونوا متفقين وإيد وحدة وأقوياء، وتتابعوا هالطريق إيد بإيد مع بعضكم. بتدوروا على شي منيح تعملوه لحتى أعطيكم الفرصة أنكم تشتغلوا بهالشي. لتاريخ اليوم انتو فرحتوني كتير، وعندي امنية واحدة انكم تكونوا مبسوطين، ولحتى يصير هالشي انتو اللي بتقرروا. شبك اسماعيل؟ طلعنا سوا من الاجتماع وسمعنا كل شيء نقال. بدك تشرح لي. ما في شيء نشرحه. الحقيقة البارون نحن اخترناه. نحن
لما اجتمعنا مع سيف ما قررنا هالشي. كان سيف بارون وانا بنسحب من ترشيحي له. سيف مو مرشح، انا وفيت بالوعد يلي وعدته. بس انت شو يلي عم تعمله؟ بدي افهم شو يلي صار. كيف منختار شخص ما بيفهم العالم بارون للمجلس لنفرض مجانين؟ كيف بتسمح بهالشي؟ اللي كيف يا نظام الدين؟ بتعرف شغلي؟ طلع من بيناتنا قائد ايه ما بيفهم العالم وما عنده علاقات، بس البارون يلي اخترناه مو بحاجة لهالشغلات. انتهى القرار خاني، وحتى انتهى عهده بالفشل. انقتل بارون وما عرفنا مين القاتل. بدل ما تفكر كيف صار مراد بارونا، فكر كيف انقتل بارونا ومين يلي قتله. لولانا ما كان صار بارون. ايه لولانا ما كنت انت اسماعيل. اهتم بحالك، انت وانا اصحاب الافكار مو رجال حروب. والزمن زمن الحروب. بارونا بيعرف كيف ينتصر بالحروب، وراح ينجح بدعمنا كلياتنا. طيب كيف اب المافيا بصير بارون؟ ليش نحن مختارين رئيس لجمعية خيرية؟ لو كان ماضيها اسود كنا رح ننظفه. انا بدي افهم شو في براسك، بس ما عم بفهم شي. انتو خربتوا الاساسات. لقلك ببعض الاحيان بتكون ريشة العصفور تقيلة على ميزان العدالة. لا تخرب الاساسات، ما بقدر انقذك. بنتي صفية ما رح تقابل اسماعيل. ماشي ماما، اذا ما بدك ما بروح. رح خبره اني انشغلت واكيد ما رح يتصل. اذا عملتي هيك شيء يا خانم رح يلاحظ فورا. وشو رح يساوي فكرك؟ نرجس، يا ريتك شفتي وشه لما انتخبنا مراد. بيعرف انه منعرف كل شيء، وحتى رح يفكر انه روحة صفية لعنده هي من خطط مراد. طيب مراد ليش ما بيحاسبه لاسماعيل؟ مو خاين؟ هلأ كل شيء بوقته حلو صفية. لازم خبر مراد، وهو يلي بيقرر إذا بيسمح لها تروح ولا لا. هي مسخرة. يلي عم تعمليه مسخرة، وإذا هرب بسبب عمتك وقتها رح تحولي تهمي لإلا.